أحسن الله إليكم. يقول السائل: سرقت أموال عينية لا أعلم كم عددها، فكيف أستطيع أن أكفر عن ذلك؟ إن كنت تعرف أصحاب هذه الأموال فلا بد أنك تردها عليهم، تطلب منهم المسامحة، وإن كنت لا تعرفهم ولا تقدر على ردها عليهم فتصدق بها، تصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها، نعم، وأن تتخلص منها، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الضوابط الشرعية في التجارة في العملة؟ الضوابط الشرعية: إن كانت العملة من جنس واحد كريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين، لا بد من التساوي في المقدار، ولا بد من التقابض في المجلس. وأما إذا اختلفت العملة مثل ريال سعودي دولارات أمريكية أو دنانير أو غير ذلك فيجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض في المجلس، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تقابض في المجلس.